شبيبة القبائل الباحثة عن فوز معنوي في آخر جولة، أما مجمعية أولمبي شلف هو الآخر الباحث عن المركز الثالث في حال تعثر اتحاد الجزائر. فكان السباق إلى هز شباك عن طريق غربي صبري في الدقيقة 32. هدف حرك لاعبي شبيبة الذين رموا بكامل قواهم لتعديل النتيجة بكرة كثيرة من أسامي حنيفي والمهان الذي يضيع آخر كرة في الشوط الأول. الشوط الثاني دخلت الشبيبة بنية تعديل النتيجة والفوز، فكان لها ما أرادت بعدة محاولات تناوب عليها حنيفي كامارا والبديل زياد. الجمهور القليل الذي حضر المباراة انتظر حتى الدقيقة 72 ليشهد هدف التعادل من بولمدايس بعد فتحة أرماش. دقيقتين بعد هذا الهدف علي ريال يخادع الحارس قوادري العيد بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة واجتازت خط المرمى ليحتسبها الحكم عبيد شارف هدف ثاني للشبيبة. ضغط أبناء جرجرة يتواصل، ودائما عن طريق الجهة اليمنى حنيفي يفتح إلى حمان نبيل الذي أضاف الهدف الثالث قبل أن تقلص النتيجة جمعية شلف عن طريق ضربة جزاء نفذها مسعود بنجاح في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.